بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. وقالت امرأة فرعون أو جاءت فازة أخرى إتاب أخرى إبيزود آخر هو قصص. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. وكانت مؤمنة آسيا عليه السلام أو رضوان، يعني مؤمنة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام الأرواح جلود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تنكر منها اختلف. إذا كان واحد يكرهني يراه كافي، وأنا أكرهه بالتعب، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده. نهار جاي تنتقل من صوت أصوات الكفر إلى مصطفى الإيمان، والمحبة ما عادش البغض والعداوة. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، يعني هي مشاركته فيما تراه مصلحة لي هو. قالت له أنا بالنسبة لي أنا من اللي يريد شرط السعادة، وبما أنك أنت تشعر السعادة حين تقرب مني وتعاشرني معاشرة كلية، أنا أقول لك راي مش نعديك بالفرحة اللي أنا فيها، فتولي أنت فرحان خاطر هو عايش على صبر. وهم الكل مثل نتنياهو الناتن والمتغطرس الدعي المغرور ترامب من نوال، ما علاش ما يسونتر زيتي على خاطر ما عندهم حتى الطمأنينة وما عندهم حتى حلاوة عيش. هو أشر أحوال من الحيوان، حيوانيتهم بلغت أوج الحيوانية. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، بما أن عنده هيمنة معنوية على المتغطرس، هو اللي يحتاج لها في أمور معاشرته الجنسية وكذا العاطفية، لا تقتلوه عسى أن. وزادت حلت باب آخر، قالوا تعرف طمع دايما يزيد يوسع في مملكته، عسى أن ينفعنا أو نتخذ ولدا ربما كان ما نجيبش نجيبش. وهنا كانت تقول له هذه جاءت فرصة باش نغطيه على كونك أنت عاق لا تنجب، ولي من مكر الله بأعدائه يجعل لا ينجب رحمة بمن الأيام تاع موته يجي ناس هم ولاد، دونك ربما تقل وتيرة الشر وثقل الآلام اللي مش خاصية من الحكام وهم لا يشعرون، أو نتخذ ولدا وهم لا يشعرون للدار الكل وهم في غيبوبة عما سيأتي بعد ذلك. إن شاء الله نهار آخر نتحدث بتبسط ما يخص الآيات التالية، لكن نعاونكم شوية، خليكم على حالة الرغبة للمزيد من المعلومات في شأن القرآن والقصص القرآن. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، لأن كانت معبي وهي حامل معبي بمحبتها الولد اللي ملالها الفراغ اللي يحدثه فرعون في جو العام. لومبيونس الي تي ديزيرتيك دو بار لاجريسيفيتي دي فرعون اي دو سي سون بروميي مينيستر اي سون ارمي. فاصبح فؤاد موسى ام موسى فارغا حتى ان كادت ان كان زادت شويه من كما تقول انت من حاجتها الى رؤيه ابنها وتلصق باش ترضعه، والا بدات تفتر في يقينها في الله. قال ان كادت لتبدي به، تولي توري من مرار امراه حبلت ووضعت في الام فقدانها لصغيرها، اما يأولوه لكونه تقتل. اور بالنسبه لقصه هي لم يعلموا عنها ان كان ابن وليد قتل، وإذا كان ما فماش القتل لولو المسألة علاش هي قلقة بدل الجواسيس دايما يلوجوا دايما هل بدأ القلق على الأنثى الفلانية، لأن هي محط أنظار كل أنثى يجمع حملة مش ظاهر في البداية، اللي كان محط أنظار الكل في سيستيماتيك سيرفيون دي جور فيمينا. لولا أن ربطنا على قلبها، وهنا العناية الإلهية، لتكون من المؤمنين
وقالت لأختي، وهذه الأمومة هي اللي متعبة، تتمنى صغيرة ولو فلت منها، وقالت منها فلت منها بأمر إلهي، وقالت لأختي قصيه يعني تبعه، فبصرت به من عن جنب وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون، فرعون قد خدم متعه، وحرمنا عليه المرأة، وهذه رحمة إلهية أخرى، حتى كلام ربي يتم كما ما قاله لأم سيدنا موسى عليه السلام، وحرمنا عليه المرايا من قبل، فقالت هل أدلكم على آل بيت يكفلون لكم وهم له ناصحون، فعلا وردناه لأم السلام على آل الإسلام.